كاري بيتش. كاري بيتش الكره هو اللي زيرني خرجني، زعما كان الكره ما نخرجش كاع. الاكسيدون اللي وقعت لك في الخدمه؟ في الخدمه تلوات لي رجلي. الخدمه ما عقلوش عليك؟ ما كاين لا سيرونس لا لاكيس لا والو. يعني كنت غير خدام؟ كوطرفو. حافظ نمرتك ديال التليفون؟ قول النمره، قول النمره. 06 06 19 32 99 10 19 32 99 10 10 0 19 32 99 10 مشاهدين قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا مع هذا الشاب هذا اللي كان حتى هو بصحيحته خدام وهاز راسه ملي وقعت ليه واحد حادثه شغل في الخدمه ديالو، حادثه اللي خايبه اللي قدرش مازال يبقى يخدم، وقعت ليه في رجليه، بقى شحال هو تيعاني بسبب هذا المشكل. دابا ما قادرش يخدم، يعني واخا شويه الحمد لله، ولكن ما قادرش يخدم، ما عندوش باش يخلص الكرا لدرجه كيقول ما عندي حتى باش نفطر. دابا نخليكم معاه باش يعاود لينا القصه ديالو. السلام عليكم. السلام اختي. اسم محمد. اختي وقعت لي واحد الحادثه الشغل، دابا جايه واحد عام. عام باش وقعت لي؟ وعام باش وقعت لي، وانا مكرفس ومعذب وصابر. دابا جايه واحد 3 شهور ارتاحيت واحد شويه، ما نكذبش عليك اختي. دابا في الدخله ديال رمضان كيعرفوا محافسين مع 8، وجاتني مولات الكره دابا راه شي ايام وهي مبرسطاني مولات الكره، ما عنديش من ناكل. انا دابا مابقيتش كنفكر من ناحيه الماكله، انا كنفكرها من ناحيه الكره اللي خاصني فين حط راسي. هذه اللي برصطاتني وكاري ب 20000 ريال. يعني انت كنتي خدام قبل هز راسك؟ بخير. كنت خدام في الخياطه، يعني كنت خدام بخير، ما خاصني حتى خير، كاري واكل شارب بخير. ولكن النهار اللي درت الحادثه درت ثلاثه العمليات ديال الحديد لداخل، وكنت عاوتاني تهرس فيها، وتزادني دابا عام اخر، يعني دابا حتى العام الجاي عابش شويه ان شاء الله. ودابا انا اللي زيرني هو حياتك تقلبات من اللي ما نكذبش عليك، ولكن لا حبيب لا حنين لا رحيم لا والو، وقع لك حتى شي واحد؟ حتى شي واحد. وكنطلب من الناس زعما نقولوا بالرحيم يتعاونوا معايا في سبيل الله. انا ولا كان شي واحد بغى يتعاون معايا ما يعطينيش الفلوس، يجي هو يقضي، ما يعطيني والو في يدي، انا يقضي بيدي، يجي هو يوقف ويتكلف في كل شيء، ما يعطيني حتى شي حاجه. يعني انت باش عاودتي بغيتي ترجع تخدم ما قدرتيش؟ ما قدرتش حتى دابا. الطبيب عاطيني عام عاوتاني ندير الراحه والتروي، ولا كان بحال بنادم ما تيقنش شحال يجي بيدي ويتكلف هو بكل شيء ما يعطينيش. ولا كانت كتسمعني شي جمعيه ولا شي حاجه تكلف بيا مرحبا، يعني انا ماشي شي حاجه، انا باغا باش نعيش. فاش كنتي خدام كنقول لك كنتي بصحتك ديك الساعه كنتي هاز راسك؟ كنت هاز راسي، ما خاصني حتى خير. كنت كنصور واحد 700 درهم 800 درهم في السيمانه، 1000 درهم في السيمانه. ولكن من النهار اللي وقع لي الحادثه صافي بزاف تبدلات حياتي، هذاك الشيء اللي كان عندي كامل خرج. ودابا تخيلي معايا دابا انا عام. انت مصاريف العلاج كيفاش درتي؟ مصاريف العلاج راه شنو نقول لك اختي، راه خلاها على الله وصافي. راه كانت من 3 ايام خاصني 300 درهم، وعا باش نهبط عاوتاني ندير تصاور من 3 ايام كنعاود ندير تصاور، راه تهرست الاولى وعاود تهرست الثانيه، يعني انا مشكله كنقول لك. ودابا تهرستي بالثانيه بسبب شنو؟ بس كنت بحال هكا كنعكز طحت تهرست لي عاوتاني، حتى وليت بخير الحمد لله عاوتاني طحت. دابا ما بغيتش نعاود نفس المشكله اللي طرات لي، ما بغيتش نبقى نتزريط. دابا كاري ومورات الكره شي مبرسطاني واحد شويه في الكره، ما فهمتش انا مازال كاري ب 20، مازال الماكله ما يهمنيش، ديباني. ولكن انت كتشوف دابا مولات الكره شي واقفه على ورمضان هذا و8 حابسين، يعني تخربقت ما لقيتش عارف منين نشد. جربتي التشرب؟ نعس في الزنقه تاعي، طلبت في الزنقه مشي خرجت الفيروز، باقي دابا حاليا كنخرج بعد نوبات الفيروز باش نجيب ديك 400 فرانك 300 درهم باش ناكل ونشرب. ولكن دابا انت كتشوف في رمضان هذا دابا راه مزيرين كلشي، يعني دير شي محاوله ماشي حتى اللي تمشي للحبس بابور، هاك الشيء دابا الخدمه راه مزيره.
واش ما بغيتي باش تخدم ما بغيتي باش تخدم خصوصا مع دابا رجلي ما كاينش كنمشي انا دابا حاليا فيا ما نخدم وكلشي كاين مع رجلي ما كيبغوش ما كيقدوش كيخافوا مني وقت اللي طايح لينا في الخدمه ولا شي حاجه ولا كان كيسمعني حتى شي خياط وبغى يدير فيا الخير نجي نخدم معاه مرحبا دابا انت كتوجه النداء ديالك للخياطه الخياطه والمحسنين والجمعيات اي واحد كيتصنت ليه هو فيه الدم ديال الاسلام يتعاون معاه لا فسابيل مجموع عليك ديال الكره دابا انايا مجموع عليا دابا شهر شهر هاد الشهر هاد مولات الكره شنو دارت معاك لا ما دارتش معايا والو مسكينه هي قالت لي نصبر عليك واحد 20 يوم ونشوف يحال الله عاوتاني قلت لها انا اش نقول لك بنت الناس انت صبر عليا 20 يوم خلصت لك راه غنريح ما خلصت لك غنزعو ويجي ونخرج وعاوتاني الا خرجت غنخرج عاوتاني الزنقه الزنقه صعيبه الزنقه وعرفتي مع رجلي عندي فال حديد عرفتي ملي كيضرب داك البرد راه كتولي كارمه دابا في البيت خاصني ثلاثه السوايع باش تسخن عا باش نعس انا هاد الحديد كيرجع لي ببروده شنو بوك اختي عندك هاد العام وهاد العام اللي دايز فيه داك الشيء اللي عمرني شفت في حياتي شو انا بزاف بزاف تخيلي معايا بنادم كتبغى تعيط عليه قطعك على الشاطئ كيقول خويا لا ما عنديش وقلت راه ما باغي طالب هو والو ما قلتي لي لا عطيني لا ارى لي لا والو وكيصحابك باغي طالب هو ارى لي شنو واش نقول لك يا اختي لا حول ولا قوه الا ماشي كنا عايشين في اليهود ما يوقعش لينا بحال هكا والله اختي ما يوقع لينا بحال هكا الصحه هي كلشي وانت بنادم ما كيعادلكش بحال دابا مثال ملي كتروح فيديو كيشوفك واه شوف فلان كيدير واه هادي واه هادي راه اللي ميت شفيت تبلى راه قال لك الكرسي راه كتولد الطبال والغيار يعني انت كنتي بصحيحتك ولكن هاد الحديث هادي هاد الحديث هادي اختي كرفسات نجيك السارع وما تربيوش كرتي على هاد الحديث هادي علاش؟ حيت حلت عليا حلت لي عويناتي وشفت الحقيقه ديال بنادم يعني ديك الصوره ديال البشر الشق يعني فاش كنتي في كرسي متحرك في اه شي حوايج كنقول لك الشم خيالي علاش انا دابا قلت لك اللهم نعيش في اليهود وهاد الاولاد البشر هادو ماشي كنحنوش فيه ما حنوش فيه انا ماشي كنعير فيه وكيستو راه بنادم فيه وفيه ولكن ديونا حنا اختي خايبين بزاف دابا تخيلي معايا اختي كنت دابا انا عايش في اليهود غيوقع لي بحال هكا المجتمع اللي اه المجتمع شويه خايب يعني في طوافق ما كاينش واحد الوعي شويه بنادم ما واعيش هذا هو اللي كاين حنا ماشي كنعرف بنادم بنادم داك الوعي ما كاينش صح داك الاحترام ما كاينش حتى بعض الناس هذوك اللي كيكونوا مثلا في الشارع ولا شي حاجه كتلقى عندها الديور كتلقى عندها الطوموبيلات وخارج الشارع راه تما ملي كياخذوا تما النظر اه الشوم انا بعيني الشوم دازوا معايا الشوم بعيني عندهم الطوموبيلات وديورهم وكيطالبوا وانا ما قديتش ندير داكشي وانا واش باغي خبيزه كناخد خبيزه منك وكنهرب في حالي يعني انت صوت وحده كتخلص اه يعني كون بغيت داك بغيت هاد الدومين هذا اختي راه ما غنريحش وما غنديرش هاد شوف تي في راه نجيب 300 درهم 400 500 درهم في النهار اه بالضحك ولكن راه وجهي ماشي ديال داكشي نعز عليه تمام راه كنبغي نخدم يعني انت باغي تخدم باغي نخدم باغي هاد يعني كون بغيت ديك الطريقه اختي ما غاديش نصيفط هاد الفيديو وما غاديش نقول بنادم تعاون معايا انا ما بغيتش كاع كلشي تعاون يجي يخلص لي بنادم هاك رايا ما يعطيني والو انا ما يخش شي درهم ما يخشاش ليا في جيبي خلاص ليا الكره يعني الكره هو المشكل الكره هو اللي مزيان حتى ماخذها كلشي صبرت فيها حقي صبرت في كلشي صبرت فيه من باش بالجوع هاني ماشي مشكل ولكن الكره كي غدير والزنقه عاوتاني رجعت اه انت دابا وانا يلاه دخلت من الزنقه راه كنقول لك راه دابا جي واحد المده وانا كان في الزنقه العائله ديالك كاين العائله ديالي ما نكذبش عليك اختي انا وقع لي واحد المشكل قديم شويه وبقيت خارج مصافي ما بغيتش ندخلهم هما في ديك الشؤون ديالي وداك الشيء كنبقى بعيد هاني يعني بعدت عليهم بعدت من ديك المشاكل ما حيتش غتزيد مشكله في مشكل وبنادم يلاه يطلع في المشاكل اللي عنده هو يعني انت محتاج دابا غير اللي يخلص لك بغيت انا اللي خلص لي الكره ديالي انا اختي راه شنقول لك اختي راه تكرفص بزاف وتعذبت بزاف راه كاينين شي وحدين كيعرفوني راه دابا راه كيضحكوا عليا ولكن راه ماشي مشكل ربي راه كبير واخا يضحكوا واخا ما عشني ربي كبير ربي راه هو اللي كيعطي هو اللي كيحيد النداء ديالك للناس انا دابا كنطلب من خوتي المغاربه دوك القلوب الحنينه بغيتهم يتعاونوا معايا ما يعطيونيش يجي يخلصوا لي كرايه انا الماكله ديالي صبرت فيها والله اختي كنقول كنت غادي ندير رمضان والله ما عندي شي دابا حاليا ما عنديش درهم في جيبي حتى ما ناكل دابا يعني ما عندك باش تفطر والو 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 ودابا تخيلي معايا غاتمشي تفطر ها تفطرتي باش غاتسحر وباش ما كاينش هاد 8 خاصك تفطر خاصك تدخل تنعس يعني انت عندك هاد العام هذا اللي قلتي خاصك تحيد الحديد خاصني هاد العام عندي فيه ترويض العام كامل باش تخدم في هاد العام لا والو ضروري لا والو تبقى مرتاح والو انا ما نكذبش عليك مشيت قلبت على الخدمه وما بغاوش يخدمون وسمحت في الترويض قلت على حساب الخدمه سمحت في الترويض
قلت امشي نخدم على اعتقاد رمضان شويه اللي جاب الله وخلي الطروي حتى لورا رمضان ماشي مشكل. ولكن اختي انت كتشوفي الكرا زيرني بزاف هذا اللي كاين اختي. مشاهدين قناة شوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا القصة ديال هذا الشاب هذا اللي كان خدام وبصحته ولكن من مورا واحد الحادث وقع ليه مابقاش قادر يمشي دار ثلاثة العمليات في رجليه وتشرد عاش تشرد. هو الآن كيقول بأن أنا بغيت غير شي محسنين يخلصوا لي الكرام ما يعطوني أنا والو. الرقم ديالو هو 06 19 32 99 10 الرقم ديالو هو 06 19 32 99 10. مشاهدين قناة شوف تيفي كنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.